نعتبرش ان يضيع منها ازمة، نعتبرها كما قلت لك ان ظرف ظرف ضيق الطلب، ولكن كي نشوف انا لحد الساعة هذه انه ما كناش حلول تولي بالحق باش ندخلوا في منعرج اخر، منعرج ما يلزمش يكون موجود في النجم الساحلي الا فريق كما هذا، فريق كبير وعنده رجاله وعنده ناسه ويبقى ديما لامع في كرة القدم التونسية. شوف لكل مرحلة عند رجالها، خلينا نكون واضحين بالنسبة لسي حسين الجزيري، حسين جنيح أو سي زي الجزيري، حتى حد ما ينكر الفضل نتاعهم الشيء اللي عملوه في النجم الرياضي الساحلي، ثم أنه للظرف هذا الحالي اللي تمر به النجم، هما راوا من الأفضل أنه يبعدوا شوي، يعادوا يراجعوا أمورهم بالنقد الذاتي، يشوف الشم ما فيماش صار وما صارش، لكن الظرف هذا الحالي من الأفضل أنه يجي ناس أخرين أو ناس أخرين بتضخ دماء أخرى للنجم الرياضي الساحلي. المفروض ياخذ قرار في الممرر، مش ياخذ قرار في الزجوان. شنو ذنبهم هم؟ هل انت تخمم اللي يبقى المدرب هذا مش يبقى، لكن انت مش راح للزجوان تاعو؟ هل الزجوان تاعو هو كان المشاكل، هم كانوا مسؤولين على 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 الشيء اللي صاير هذا؟ عمر ما يصير، اول مره تصير يعني في تاريخ الشيء هذا الكل. انا بصراحه سؤال فيه نقطه استفهام، لانه ظاهر انك انت مش ناحيه ضمن حيط ضمن الزوز، انا حاسك بالمدرب وقت الناس طالبتك، وقلنا من قبل قلنا هذا المدرب هذا مع كامل احترامي ليه، انه حاليا في الظرف هذا انه يزمه يبعث، لانه كما قلت لك طلب جماهيري والجمهور عنده حق وما مشاش. ما نقولش ملاعبيه، نقول هذيك لغه الكره، الملاعبيه باقي والانترينور هو اللي يمشي، المفروض يكون الانترينور خمو في انترينور حاليا قبل ما نخمو في زاد الجوان. هذه حاجه غلطه من الغلط من الغلطات، انه فانا علاش نحيتهم وخليت المدرب وقت الاشكال الكل في المدرب؟ شو ايش دخلهم لزاد الجوان؟ هل هما تصرفوا؟ هل هما ينظروا؟ هل هما يهبطوا؟ هل هما يعملوا؟ بصراحه ما انا الشيء هذا القرار عشوائي بالنسبه لي، يعني عمر ما كان قرار منها صائب بالنسبه لل، لانه خاطر الجد يخدم هذا سيف غزال، علاش نحي فيه؟ علاش نحي فيه؟ هذه الاشكال اللي فهم. شفت بعد ساعات قرارات كنا ناخذ قرار كيما ذاك، هنا علاش يدل؟ يدل فما نقطه استفهام تو نعرفها علاش بعد. انا نعرفها لكن مش وقت باش نجم نتكلم عليه. كنت ملاعبي ولعبنا، والمدرب بالعكس، المدرب هو انه يحب شكون يزيد، خاطر المدرب راه انسان راه يحب المورال ويحب شكون يشاوره ويحب شكون يعينه. بعد ساعات فما حوايج ما يشوفهمش، يشوفهم مسؤول. وتو في لغة الاحتراف، لغة الاحتراف مدرب نهاب التشكيل المشار المشار الرئيس الجمعي، راضي عليها مش راضي عليها؟ تقولي علاش؟ تقول لك علاش؟ المدرب الرئيس الجمعي يعطي في الفلوس، يجيب ملاعب بمليار وز مليارات ما تهبطولوش، ما كارثة. يجيب ملاعب يحاش توبي ما تهبطولوش، دي كارثة. خاطر باش يدور عليه الجمهور بعد راه، كذب عليه. خاطر بعد ساعات تفرض عليه المدرب ماشي يلعب لسبب واحد، انا جبت واخذ، انا جبت قدام الراي العام وقدام الراي الجماهيري، انا جبت وضع مليار وزوز مليارات ما نلعبوش، كيفاش ما تلعبوش؟ باش يولي مشكله كبيره بالنسبه للراي الجماعي، حتى لو كانوا غلط ولا حط في المدرب. الشجاع يقول انا يا عندي حق باش ندخل وعندي حق باش نعطي راي، ماذا راي الجماعي هو؟ ويدفع في الفلوس، لازم يتكلم، واني معاه، ماني ضد الفكره ذي،